Cuidado. Sziasztok! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بصحة وبخير وبعافية. جايب لكم النهاردة جيم رانجل 2. طبعا الجيم لسه منزلش على المحاكي، ففي طريقة كده بتنزل الاي بي كي بتاعة اللعبة او الاكس اي بي كي وبتسطبها جوه الايميليتور بتاع الجيم لوب. اللعبة طبعا لسه لحد دلوقتي ما نزلتش على الايميليتور او على المحاكي اللي هو بتاع الجيم لوب، فالناس اللي نزلت معاها عاملين نفس الطريقة اللي انا عملتها، نزلوا اي بي كي وسطبوه. لو عايزين الطريقة اكتبوا لي في الكومنتات وانا هنزلها لكم ان شاء الله. إيه، فطبعا معظم الجيم بوتات، مفيش غير كام واحد كده ايه هم اللي عملوا الحركه دي، دول اللي قابلتهم في الجيم يعني. إيه طبعا اللعبه بالنسبه للجرافيك، الجرافيك يعني زودوا في الجرافيك حاجه فشيخه، يعني كأن دي مش لعبه موبايل، دي لعبه بي سي او كونسول. إيه هم كانوا عايزين يوصلوا للنقطه دي، بس طبعا ده على حسابه، هتلاقي الاداء اقل، يعني اللي كان بيلعب على 60 فريم هيلعب على 50 او 55. اللعبه ابطا شويه في الحركه، مفيش السرعه اللي انت كنت الدحلاب. الناس مش عارف بقى موضوع الناس بتاع الايباد دي عايشه في عالم تاني، مش عارف هيبقوا نظامهم ايه. انما غير كده جرافيك جميل جدا. المشكله الوحيده في الاداء، هتحتاج بس تظبط السنسيتيفيتي شويه على السنسيتيفيتي الجديده او الحساسيه الجديده. فيلا بينا. قد صح يا رب المطار بقى حاجة تانية خالص. انت هتلاقي اساسا الجيم عبارة عن مثلا 10 مثلا وجاي بكده. ويتو لا، بس الالوان الالوان بقت احلى خالص. يا لهوي ده تمسك بعدين الأول ايه ده؟ هقول لي جود انرجي ايوه، هنعمل ايه مش فاهم. فيجن؟ انا قلت فيجن. اعمل ايه؟ 30 سكند من شكلها هتقول لي ايه كمان؟ تصدق؟ ارفع بس طبعا هتموتنا. اخر بيتك بس انت فين؟ شايف اي تحت؟ كرم من الناس. شفت كاست التفير عرفني عرفني البتاع اللي هي مصنع دي. متى يموت؟
كنتوش يكون معاه صحاب ولا حاجة؟ فين اصحابك يا اسطى؟ فين اصحابك يا اسطى؟ الو؟ اه بيردش. ماشي فين اصحابك يا اسطى؟ فين اصحابك يا اسطى؟ الو 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 الو، عربي ولا مش عربي؟ المفروض هتصل امتى يا حبيبي؟ والله انت راجل محترم. حبيبي يا اسطى انت لوحدك ولا ايه يا اسطى؟ اكل لوحدك حبيبي يا اسطى. اتفضل حبيبي يا اسطى. الطار ده الطار ده تبع مين؟ بتعمل ايه بقى؟ ريورد؟ ايوه دي الورد بتاعتي. ايه بقى الورد؟ مش عارف صراحة. ما دي الورد. You've proven that you're an elite sniper. وانا ام هات لي لذينة. وانا ام يعني انا خدتها عشان ايه؟ elite sniper. ابوت يا عم يا ابوت. انا مش بوت ده. ده كأنه مش شفتوش يعني. أنا كنت أصحابك في قفايا بس كده. عارف إيه؟ إيه يا اسطى؟ استنى استنى، الوراد لاعب لاعب، هو هيديله 30 هيموت. جاي تاخد الكلاعة جاهز؟ ماشي يا اسطى. انا عايز اعرف ازاي 30 ام ماتش؟ 30 24 ولا ايه؟ 30 24 ام ماتش. احسن شغال يعني؟ ماشي تاني مش شكل. هلا هو دفاع جامد. ايه تاني؟ فارس سويد. ايوه ده اللي كان لابس احمر في الاول خالص. ابن اللذينة. اديله طلع يا بوس، اديله طلع، اسيب بوس اديله طلع. عمال اسيب لك انا البوتات ايه؟ عي الرخم عي الرخم، اقسم بالله هو ده اللي كان نايم في الزرع في اول الجيم بقى. مرة زين كمان. تعالى يا اسطى اشترك البطاطا بس ما تقوليش ايه بص اعمل ترتيب التين جاي من ورا خالص. اخرب بيتك بس ايه كل ده يا اسطى؟ كل ده يا اسطى ايه كل ده يا اسطى؟ اخرب بيتك يا اسطى. حاطط المابا كلها عندك شو. الزوم بقى طب شوف السنسيت عامل ايه. السنسيت بايظه خالص خالص. انا بلعب بالعافيه.
بالعافية حرفيا. كنت رايح للتاور، ايه اللي واقف جنب الواد ده؟ موت ولا جبت؟ تكون هذا واحد سايبها فاز نسيم، ولسه في ناس بني ادمين معانا المفروض كده. يا ولد يا ولد، ايوه كده ايوه كده، اول جيم كسبت. يا ولد يا ولد، ايوه كده ايوه كده، اول جيم نكسب. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، ولو ما عجبكش برضو اعمل ديسلايك، ولو حابب تشترك في القناة يبقى نورتونا وشرفتونا على قناتنا وقناتكم مو فاروق. ان شاء الله في فيديو كل يوم الساعة 8 بتوقيت مصر. سلام.